نتحدث عن انخفاض نسبة العجز الكلي ل4.2%، فهل يمكن اعتبار ده انه مؤشر ايجابي لو قارناه بنسبة العجز العام الماضي 5%؟ بالتأكيد هناك كافة المؤشرات الحقيقة وفقا للتقرير اللي أعلنته وزارة التخطيط إن كل مؤشرات الاقتصاد في تحسن والحقيقة نمو إيجابي، وخاصة عجز الموازنة العامة اللي هو الحقيقة في تحسن كبير وملموس. يعني لو قلنا إن 4.2 مقابل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معنى كده إن إحنا الحقيقة ده بيدعم ما تستهدفه الحكومة، وكانت عدلت العجز الكلي في الموازنة في خلال العام المالي الحالي من 9% أو أقل من 9% إلى حوالي 9.8، عدلته مرتين 9.5 وبعدين 9.8. فده بيأكد قد إيه إن إحنا في الحقيقة بنمضي بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، وخاصة إن العجز الأولي أيضا شهد تحسن، والعجز الأولي ده مهم جدا لأن الحقيقة ده تحسن كبير جدا، خاصة العجز الأولي ده في الموازنة اللي هو المصروفات والإيرادات بدون مع استبعاد الفوائد وأعباء الدين، تمام. فده شهد تحسن كبير جدا، بالإضافة إن القطاعات المهمة في الاقتصاد شهدت تحسن في الأداء. 3 قطاعات أساسية وخاصة قطاع الصناعة التحويلية عمل نمو حوالي 10.7%، أيضا قطاع البناء والتشييد عمل نفس النسبة، عندنا كمان قطاع الاستخراجات وعمل 14%. إذن هناك ودول 3 قطاعات مع بعض خدوا حوالي أكثر من ثلث مساهمتهم في أكثر من ثلث النمو في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول.